السوشيال ميديا مطرح منيح لحضرتك، يعني بتتابع أخبار، صور، أصدقاء، عيلتك، إنجازات. قديش خدمك الفيسبوك أو كثير غيره كثير. لتوصل أكثر؟ هلا بصراحة هي أنا بقول هي مادة إعلامية كبيرة، يعني ما فينا نحن نتجاهلها. وقد تكون حاليا يعني يمكن بتسبق بعض الصحف بكثير، يعني ف يعني يمكن وقت لحققت البطولة حطيت صورة، يعني صار الفيسبوك يعني بشكل كامل هو يومين على يومين صور للتتويج للبطولة تبعي. فأنا بقول هي مادة إعلامية ما عاد نقدر نستغني عنها، وهي متابعة بشكل كتير كبير يعني، وهي وبتنقل الصوت وصورة والكلام مو بس لأهل بلدك، حتى لدول تانية. يعني نعم، بترد على الفانزات، بترد على الناس اللي بتحبك هلا المعجبة فيك. بكتب يعني شكر انه اوكي هيك يعني ايه. هلا يمكن من كل 100 150 كومنت او اعجاب او هيك بيطلع لك واحد بيعلق تعليق، فبخليه يعني ما عندي مشكلة. ما في مشكلة. حضرتك متزوج لكن ما كنت كملت، كنت متزوج بعدك فترة الزواج عن حياتك الرياضية يمكن، أو لا كنت لا ابدا، يمكن هذا صار، يمكن هذا سبب من الاسباب الرئيسي من عدم استمرار الزواج، انه الرياضة هي كانت اخذة كل وقتي بحياتي. قاعدة عامة هيدا ما بيخلي الزواج يكفي الواحد طموحه مثلا، هلا ما بعرف يقتل الطموح. يعني، لا مو هيك، بس يمكن الحياة الرياضية شوي صعبة بس انتو ستارز يعني، انتو لاي مثلنا يعني، اذا شفنا حدا مطرح من المطارح لا هلا مثل بالرياضة، بس بشغلات تانية لا. افهمتني خلاص. هل ضروري لو انه مثلا كملت كزواج او علاقة، هل كان رح بتفكر يطلعوا اولادك رياضيين ولا لا ما اكيد عندك مشكلة؟ اكيد، بس طبعا بعيدين اكيد بدي احاول، مثل ما بابا الله يرحمه بعدنا عن كل اجواء المهاترات والمشاكل، وكان مأمن لنا كل الاجواء المناسبة لنكون بس بمجال التمرين، نعم. كمان حيكونوا نفس الشيء ان شاء الله. خلينا نحكي هيك شوي، نفوت تفاصيل عن يوميات رياضي، إذا بدنا نقول رياضي عالمي مو أي رياضي. شو بتبلش؟ كيف بتفيق؟ بتفيق الصباح بتعمل هلا رفيق في الصبح شيء، في شيء مثلا هيك مبرمج قلت لي شو أدق التفاصيل؟ بلكي حدا حاب يعمل مثلك مثلا. صعب. خلينا نجرب. يعني في الساعة 6 خمسة نعم. ونص تقريبا بتجهز لي أمي الله يطول بعمرها طول عمره وتحية له. الفطور، بروح على التمرين، 10 بكون بالمكتب، أنا أمين عام لجنة أولمبية رئيس اتحاد السباحة. لا هي كمان يمكن شغلة، حنحكي فيهم كلهم لا لا يعني تفاصيل، هي خلينا شغلة نحكي. إنه الناس تستغرب إنه بهالمناصب وما حدا بارك لي كمان، يعني كمان بتزيد استغراب يعني. طبعا بروح على المكتب للتنتين، برجع بتكون ماما مجهزة الغداء، بتغدى وبرتاح لي ساعة، بعدين في عندي تمرين تاني المساء، بتمرن والساعة 7 يعني بخلص تمريني، بقعد مع في عندي صديق أو صديقين بقعد معهم في ساعة وقت بعدين، للحياة يعني الاجتماعية. ساعة ساعة نعم. تقريبا، ساعة ونص على يعني. طول تدريبات، غذائك كيف؟ هل في مكملات غذائية أو أدوية لازم تاخذها ولا لا؟ غذاء لا متريح؟ لا مش عادي، انا ما يعني قليل كتير يعني، انواع فيتامينات مو اكتر من هيك يعني، واوقات بتكون بتسبق البطولة بثلاث اربع شهور، مو دائما مواظب عليها نعم. يعني. قبل التحضيرات او قبل اي بطولة بيكون في تحضيرات وتدريبات، نعم وضعك النفسي كيف؟ بتحس في قلق وتمرين ولا تعودت؟ لا هلا اكيد قبل البطولة ب 20 يوم يعني بصير الواحد شوي عنده ستريس يعني، او لهلا لسه بيرافقك هذا يعني الاحساس. بيلاقي مو هو نوع من القلق او الخوف من البطولة، ولكن بضل الواحد هيك يعني اي كلمة ممكن تعصبني اذا مو يعني انزعج منها او شيء نرفزك، يعني ايه، فبحاول دائما ابعد عن فون موبايلك وما الامور. تحكي حدا. ما بيمشي الحال لانه انا بروح على الشغل، لكن يعني هذا الشيء لابد منه اكيد. اما قبل البطوله انه خوف او الى ما هنالك، بالعكس انا بروح وانا واثق من نفسي منيح. هلا مو خوف، هلا كل رياضي اجباري يكون عنده نوع من القلق ولو بسيط، لانه اي واحد بيروح على الفحص ومحضر منيح بده يقلق شوي، بده يكون عنده نوع رهبة الامتحان نعم. بنقول أو رهبة البطولة، فهذا الشيء طبيعي كتير، ولكن مو إنه لمرحلة إنه والله بقعد بخاف وبرجف وبصفر ومثل يعني، هذا الشيء لأنه
مو صح يعني، بيأثر النوع، بيأثر كثير على أدائك بالبطولة. غير السباحة شو بتعمل؟ يعني في مطالعة، في شيء ثاني مثلا هواية غير هلا أكيد بحب الباسكت بين فترة والتانية، بالجيم إجباري تمارين الحديد، بحب طالع أكيد يعني. إذا بقول لك بحب القصص البوليسية كثير، فكثير بتطلع بتتابع ولا بتتابع وبقراها يعني، حتى بحط مثلا على اليوتيوب أو شيء إنه فيلم بوليسي فيلم هيك يعني، يمكن إني دارس حقوق ما بعرف يعني، يعني هالأمور هيك. اتجه يمكن أخوك همام لعالم البزنس، فكرت تعمل بزنس أنت باسمك وبإنجازاتك، توظف هذا لصالح هاي بو. هلا اكيد انا واخواتي مع بعض يعني كلياتنا مع بعض، فانا الاسم مني وهن العمل. تحيه لهم جميعا اكيد.